طبعا احنا عارفين ان الفنان محمد رمضان هو الفنان الوحيد اللي بيحب يشارك جمهوره كل لحظاته الحلوه، وده عمله لما جاب العربيات الجديده بتاعته، منها العربيه اللامبورجيني. مين بقى اللي عملت زيه الفتره اللي فاتت؟ الرقاصه جوهره، لما شاركت الجمهور لحظاتها الحلوه برضه وهي بتاخد الحقنه في العضله. طبعا احنا عايزين نقول لجوهره ان العضله بتاعتك بتهمنا احنا اكتر ما بتهمك انت شخصيا، وانت مش اقل من كيم كارداشيان، ولازم تامني على العضله دي، وان شاء الله لو عشنا وكلنا عمر الحقنه الجايه لازم يبقى موجود مندوب من شركه التامين، ومندوب من وزاره الصحه، ومندوب من برنامج تيب العاميه، هيانا يا شادي اي حد مش مهم. لكن لو فيها حاله ولاده بقى هنبعت ام حسن، بس خدي بالك حسن ابنها شاو بيتبص. النجمه اللبنانيه نانسا عجرم فاجئت الجمهور بان هي ناشره صوره وهي بترضع بنتها وطفلتها الثالثه. طبعا الناس مرت عليها الصوره مرور الكرام، لكن نانسي حابه تقول ثلاث رسائل من خلال الصوره دي. اول رساله بتوجهها لمنظمي الحفلات، اي منظم حفله يستدعيها في حفله جديده يحضر لها اوضتين، اوضه للاستراحه واوضه للرضاعه. الرساله الثانيه بتوجهها للضرايب، لبتوع الضرايب، طبعا هي بتقول لهم ان هي مطربه مرضعه وليست مطربه متفرغه، وطبعا دي بتقلل الضرايب. الرساله الثالثه بتوجهها لكل ام بتستخسر في اولادها اللبن الطبيعي، بتقول لها رضعوه مشير الصوره وشوف هتاخد كام لايك، واللي هتضيعيه في الرضاعه هتكسبيه في اللايكات. لا مورنينج عليك، دي مش عايز اخدها غير مع استاذ هاني شاكر، هو حساس ولازم ايه نديله المورنينج بتاعته. نجم الكبير هاني شاكر قال في تصريح لينا: قلبي كان هيقف من الضحك لما رحت شفت مسرحيه هنيدي. هنا انا بشكر هنيدي اللي خلى الاستاذ هاني شاكر يغير مساره، بعد ما كان بينهار الحمد لله بقى بيتبني تاني، وبعد ما كله اتكسر كله اتدمر كده هيروح الحرفيين وهيصلح كل ده، وبعد ما قال غلطه وندمان عليها ان شاء الله هيصلح غلطته ويعمل فرح وكلنا هنحضره. طبعا بنبارك لنجمه الغناء انغام على زواجها من الموزع الموسيقي احمد ابراهيم. طبعا هم ما اعلنوش عن الزيجه دي تماما، لكن انا عرفت من اغنيه انغام اللي بتقول له فيها: بحبك سنين في السر ومحدش عرف، وندفح سنين تانيين واحبك في العلن. طبعا يا انغام برضاك غصب عنك بقى كله في العلن، مبقاش في حاجه في السر، وانا عرفت حاجه وانت هتبقى في السر ازاي؟ مش ده الموضوع، الموضوع اللي انا كنت متاكد مع اني كنت شاكك بصراحه. طبعا بنبارك لنجمه الغناء انغام والموز. لو حد انغام لازم الاول تعمل اي حاجه، المفروض نعمل اي الله عليك يا استاذ عصام، والله العظيم قلبي عليك يا رب. يلا كنت متاكد مع اني كنت شاكك. عفوا صوت الاستاذ احمد شوبير. هات يا ابني شويه مناديل يا ابني، هات يا ابني، في فقر في الانتاج حتى في المناديل، هات يا مش مهم حتى وانا نازل امسح بهم العربيه بعد كده، معيش فوطه في العربيه. هو حد جاب لي الفقر غير البرنامج؟ يا راجل اسكت يا راجل. ايه يا ابني؟ منور يا عريس. شد ايديك كده ما تبقاش مكلمش كده وخططنا وتطلع في الكاميرا. انت يا تعزيز صح؟ وكذا